العريس تقبرين؟ أنا عريس. عريس عفاف. شاهي؟ لا أيو. شو شاهي؟ أبو نجيب. أبو نجيب. والله الزلمة باين تق من حلال ورايد العفاف. قدامي قدامي باباتي يعني حمص مالم نبغى حلاوة حلاوة خليه علينا أمير شو عم تقول له خليه علينا لا بالله يا أخوي كثر الله خيرك مجيديتين وثلاث ورغيت شكرا يا أخوي شكرا هاي مجيديتين وهاي أعوذ بالله الشيطان الرجيم خلاص خلاص ولا يهمك أمير مسامح بالباقي يخرب بيتك قال مسامح يلا نسلم عليكم ميسر الله معك يخرب بيتك لك هذا مال الناس أمانة بين يديك بتقوم بتسامحه بتلت بلغي والله ما يدرم معلمك أبو نجيب ليم الدنيا ويحطها على رأسها مين؟ معلمك أبو نجيب باباتي هلا ابو نجيب معلمي معلمك وتاج راسه وغصب من عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى لك يا عيب الشوم عليك هيك بتخون الامانه هلا انت من الصبح قاعد عم تتامر علينا على اساس انت صاحبه العقيد تجي بتقول انه معلمي ابو نجيب ليش ابو نجيب مو صاحب الخان الخان لا ابو نجيب يا راسي الله لا والله حلقت لي ما كان لازم تكون له الدرويش كان لازم تكون له معلي ابو نجيب لا ابو نجيب علي الجيره رواد بعدوني عنه لحتى طلعت بروحه طول بالك اخي طول بالك مو مستاري واحد مثل ابو نجيب يهز لك بدنا الحق مو علي الحق على اخوك ابو تياب يلي بيخلينا نوسخ ايدينا بهيك واحد يلا يا عم يلا قوم وصل اخواتك قوم امنا نسمعكم يلا مع السلامة السلام عليكم السلام شو وين اختي وين رايحة بهالليل خليكي نامي عنا بدي روح على بيتي قبل ما عمي وعمتك ابو الضحي ناموا ايه مبعتينك خدامة لعندهم لك ما بيكفي يجيب لك ضرة قبل ما يروح على الاخذ عسكر ولساتك راكدة وراه هون الله يرحمه يا مو خليها تروح على بيتها هلا عمك ابو الضحى بيستفقد لي ولي على قلبي عليه لك امي لك ما ضل غير رويدة يتونسوا فيها ما ضل حدا روحوا يا مو روحوا يلا يلا بخاطرك يا مو خاطرك يا مو الله معكم مهونة شو عليه بكره بنشوف ابوك شو رايه بالموضوع وفيا امور ابن عمي عميتي لي الحمام اللي كان ابن عمي شرفي بالاذن ما تعمي مستك معك كنتي اخ اخ انا اللي مستاهل اخ يا عظامي اخ يا ركبي يا امي لك شبك انت التاني لك شبك وين كنت انت كنت بجنب الحمرة سيدي منيح هيك الله لا كان شبك الله لا يشخي ولا يوفى على اساس كثير انا متوفي سيد راسي ما هيك مشكيك لأحكم الحاكمي الله لا يوفقك لله هبطوا مضولاتنا قال شو عنده خان قال لك حالي عم يا انت التاني شو ناقصك انا ولي بدني تلوي لكم بدني الله يكسر اياكم وضح رويدة ليش لهلا ما اجيت والله ما بعرف يا رجال بركض انا اشتهيت التام عند اهلها شو عليك عليم الله لما رويدة ما بتكون بالبيت بحس حالي رح اخترق الصبر مفتاح يا بوابة
قوم سهري، قوم اجمع قبضيات الحارة وروحوا على حارة عياش. شلون بدي اخذ قبضيات الحارة؟ لك اذا اخواتي اللي هن اخواتي خرجوا عن طوعي واقفين ضدي مع اهل حارة عياش، بعدين شو بدي اقول لهم قبضيات الحارة؟ شو بدي اقول لهم؟ الا بانك تبريت منه. واذا قبضيات الحارة وقفوا مع اخواتي ما بتصير قيمتي بين رجلين؟ لا تقبرني، ما بيوقفوا. انت لمح لهم انه اختك عابد، وجابر وجواد انطوا رأيين وعم يستروا على اختهم، وساعتها شوف شو رح يساووا قبضيات الحارة. اختي ما عابد، وسبق وقلت لك هالسيرة لا تفتحيها. ايه ما عابد مثل ما بدك، يبعت له قطع لساني، ما بيقدر يقول للأعور الا أعور بعينه. هي صحيح قضت ليلي برات البيت بس كانت مع الحريم. على كل حال بكرة بيجي أبو نجيب وبجوزه إياها وبخلص من هالقصة. وشاهد أشهر، إيه إذا بتجوزها لأبو نجيب وما بتذبحها بتكون فضلت على راسها. بتعرف جيران أهلي يلي هبط عليهم بيتهم سد التلج والمطار؟ إيه شو بهو؟ هدول كان عندهم بنت مثل القمر، غابت عن البيت قدر شي ساعة، ولما رجعت بتعرف شو ساووا فيها؟ شو ساووا فيها؟ ما خلوها تبات للصبح، دبحوها دغري. منو هاي؟ رئيفة، رئيفة بنت جيران أهلك، شو ما تذكرتيها؟ تذكرت. إيه على هديك الليلة الله يرحمها، بس شو ذكرك فيها هلا؟ شلونك حجي علياء؟ الحمد لله. الحمد لله. عمي شو صار مع أم أدهم؟ الله يعينها مدهم، رجعناها على بيت أهلها لعند أخوها أبو دياب. وبركداً أخوها ذبحها؟ عم بيقولوا بالحارة أنه ناويلة علنية. لا شو يذبحها؟ الزلمة عطى كلمة للمختار أبو فتحي، بعدين أخوه الصغير كفله. والله يا رجال ما كان لازم تخلوها تروح. العمى معقولة أبو دياب يذبحها؟ منكون نحن السبب وحطينا خطيتها برقبتنا. أنا فايت غير أوعية واصل مشوار. يكفينا شرة، وين رايح بهالليل؟ خلص خلص. وين بده يروح بهالليل؟ بس كان ما خاب ظني، عمي كان شغل باله على أم أدهم. يبعت لي حمى، يا ريتني ما حكيت. شريف مختار شريف. جابر وجواد عندك؟ لا مو عندي خير في شي. بقي بالي عند المخلوقة. شو هالحكي هاد مختار؟ لك ايه لازم نطالعها من بيت ابو دياب، بالطيب بالغصب لازم نطالعها. مختار ان شاء الله فهمني شلون نطالعها؟ هلا بوجود جابر وجواد اخواتها نمشي الحال. لك امشي يلا. يلا عند اذنك تبكي. يا ترى وين راح جابر؟ معقول متفق هو ابو دياب واخذوا عفاف على البيت مشان يذبحوه؟ يا باطل، وجابر كفله لابو دياب؟ عم شلون ما اجى ببالي هاد الشيء؟ شو امرت معلمي؟ شو صاير؟ شو الله يلعن الحرمه اللي بدها تزل اهلها وتوطي راسهم بين الناس، هي موتها اشرف الها ولاهلها. ايه لقوم حط راسي هنا، تصبحوا على خير. وانت من اهله؟ بن عمي عاوز مني شيء؟ انا رايح انام. عاوز مني شيء؟ لا ما بدي شيء. تصبح على خير. منين بدي يكون في خير وعفاف لساتها عايشه؟ مشان الله، مشان الله يا اختي اتركي الزلمه بحاله، مو ناقصه هموم ومشاكل. يو تطلعوا على قبري ان شاء الله. ليش انا شو عم اقول له؟ هيفو ما عم خفف عنه مصيبته تقبريني؟ لك يا اختي يا اختي جوزي عقله صعب، واذا طلع براسه شغله بده يساويها ولو كانت غلط. ايه تك شو ايه؟ ما بتتذكري لما وقف معك ضد اخوه وقلعه من البيت كرماله؟ بلا شو؟ قلعه من البيت لانه قليل شرف تقبريني؟ هديه جابر ماله قليل شرف وانت بتعرفي هالشي. وعم بتدافع عنه كمان؟ هي فوق ما سعيت لك وجوزتك لأبو دياب؟ مقاعو أنا سمعت شو دار بينك وبينه بهديك الليلة، وعفاف كمان سمعت، بس ما حبيت أحكي وأفضحك.
مشهور. ايه دخيلك يا اختي، مشان الله استري علي. لك انا ساتره وساكته، كنت مفكرة انك عم تحاسني لجابر مشان ينتبه لك ويتجوزك على سنة الله ورسوله، ما كنت مفكرة انه راح. خلص مشان الله لا تكلمني، والله ما بعرف، والله ما بعرف شو صار، الشيطان لعب برأيي. هلا المهم بعدي عن جوزي، جوزي عنده اولاد صغار، ما بدي يكون قتيل برقبته، انت بتعرفي انه عفاف مظلومة. المعلم جابر من المغرب طلع. ما قال لوين رايح؟ لا والله ما قال. جواد وينه؟ والمعلم جواد راح يدور على المعلم جابر، كان مشغول باله عليه كتير، ومن شوي ركب على فرسه وراح، بس لوين راح والله ما بعرف. مختار كأنه القصة فيها إنا. والله مزبوط، أنا هيك عم فكر. استعجل شوي، امشي. يا باطل واخي وينه هلا؟ ما بعرف، راحوا المختار بعد العشاء ولهلا ما رجعوا. ما قال لك لوين رايح؟ لا ما قال لي، وهي رح يصير الصبح ولهلا ما رجع. يعني بيكون راح لحالة الكوم؟ والله ما بعرف يا ابني وين راحوا. بسيطة. وين رايح؟ رايح ورجي قيمته لهالندل، رايح ورجي بيت العياش مين هن؟ والله لفوت طلعوا من نص بيته والله! بدي امسح فيه حارة الكون كلياتها، قدام اهله وكل حارته، والابدا فيهم يهرب. لا يا مو، برضاي عليك لا تروح. يا مو، تركيني ساوي اللي براسي يا مو. يا مو استنى اخوك ليجي، واذا قال لك روح بتروح. اخي دخيلك، اسمع كلمة امك وانتظر اخوك شهر ليجي. ماشي. شرف اسألها شيخنا، ليك قدام الباب. يا الله، يا رب.
يا بنتي انتي عفاف بنت سياح القاعود؟ ايش شيخي انا؟ بتحبي توكلي حدا من اخواتك مشان كتب كتابك ولا انتي وكيلة نفسك؟ اخي جابر هو وكيلي ويلي بده اياه بيصير. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك مختار. وناوي تعمل حفله او عراضه؟ يا مختار اعوذ بالله، معقول اسوي حفله لجوازتي من حرمه المرحوم؟ مو عيب الا العيب، انت تزوجتها على سنه الله ورسوله. يا اخي اذا كان ولا بد ما بدك تعمل عراضه، ايه بنعمل وليمه عشاء، وليمه الزواج، لانه عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اولموا ولو بشات. مشان هيك اخي الحفله والعشاء عندي بالبيت منيح. لا يا مختار، خلاص العزيمة عندي، بكرة بقول له لفخري يذبح لي ذبيحتين. قلت لك عندي يعني عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمرك مختار مثل ما بدك، أنت طول عمرك مفضل. لا لا لا، الفضل لرب العالمين. يلا فوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا مدام. هدي ها اجا اخوي. مساء الخير. اهلين عقيد. عود اخي عود، شلونك يا مو؟ الحمد لله تقبرني. منو هاي الحرمه يا مو؟ هاي مدهم حرمتي على سنه الله ورسوله. ما في حدا غريب، هذا اخي عمر. مساء الخير. مساء الخيرات يا بنتي. اهلين مرت اخي. كيفك مرت عمي؟ الحمد لله. استغفر الله تقبلني. كيفك مرت؟ الله يوفقكم يا حبيبي. يا مو شلون صارت القصه؟ يعني اخوه ابو دياب وافى؟ لا يا مو ما وافى. يا عمى راح نخلص له الاقضامات لهالباباتي. قولي. والله بكره ما بنخلص من حلقه والله. يا سيدي شو بدي اعمل يعني؟ اعلى ما بخيله يركبه. الله لا يوفقكم يا بيت القاعود ربي. شو قدن الصبح باباتي؟ ايه قدن سيدي قدن، انا بدي نملي شي ساعتين. ها شو هاد؟
قلت لي بيتي الله يخرب لك بيتك، قلت لي بدك تنام ساعتين، ان شاء الله بتنام ما بتفيق، ان شاء الله نومت اهل الكهف، لك ان شاء الله سم العدولي، لك ان شاء الله مطرح ما يسري ياري يقرب بيتك، خلصت لي الاقامه. لك روي سيداسي روي شباك. كل اللي اكلناهم اربع خمسه ضمايات، شو صار يعني؟ اربع خمسه ضمايات؟ لك قول رطلين ثلاثه ضامه يخرب بيتك، وين رحت فيهم؟ لك حمار ما بياكله. لك روي سيدو، روي شباك، روي روي. منين بده يجيني الروي؟ ضريتني الله يضرك من عالي. مختار ابو وضاح حلف يمين انه يعمل العشاء عنده على حسابه. مختار ابو وضاح؟ يا حسرتي على المختار ابو وضاح. هلا هو بشو نحن بشو؟ بس الله يجبر بخاطره ويرجع له ابنه بالسلامه يا حق. يا ابو وضاح زلمه كبير اكبر من مصيبه. والله ضنا غالي، بس هو بكابر على حاله قدام الناس. موضح قالت لي انه طول الليل ما بينام، هي بتبكي من ناح وهو بيبكي من ناح. الله يصبرهم، ادعي لهم يا مو ادعي لهم. امين. رح اقوم ببعث لك عفاف تكون شافت الاولاد وطمنت عليهم. لا يا مو لا. ليش يا مو؟ يا مو معلش خلي عفاف اليوم تضل مع اولادها، خليها تنيمهم بحضنها، وبكره بتروحوا انت وياها والدايه ديبه على بيت المرحوم بتنطفوا، شنو انا وعفاف والاولاد رح نسكن هنيك. بدك تتركنا ولك يا مو؟ لا يا مو لا، ضل بطلطل عليكم بالليل وبالنهار. طيب امي ليش ما بتسكنوا هون؟ يا مو انا بدي المرحوم يكون رضيان بقبره، بركي إذا جمعت له حرمته وولاده ببيته بيكون رضيان والله العليم. إيه مثل ما بدك يا مو، روح إلهي يرضى عليك ويوفقك ويعطيك على هونيتك. الله يخلي لك. عجبك اللي عملوه اخواتك؟ كسروا كلمتك ووطوا راسك بين الناس؟ ايه لكن انا يضربني جواد؟ مين مفكر حاله لحتى يضربني؟ ايه انا المرحوم ابو قاعون بحياته ما ضربني كف. انت؟ ايه انا. اختي خلي الطابق مستور احسن لك. يا يا نسيتي كم مره صرنا مخلصينك من بين ايديه ولا نسيتي؟ ايه هي مره بهالعمر. ايوه مره بهالعمر، الله يرحمه مات هو غضبان عليكي. وشك ومسحي دموعك. والله أنا حاسة فيكي، بس شو طالع بالإيد هيك؟ الله رايد. ما عم بقدر أنسى المرحوم يا ديبي، ما عم بقدر. الحمد لله، هي الله عوضك بأحسن. أحسن؟ والله المرحوم الله ما خلق مثله ولا مثل حكي. والله العقيد أبو فهد ما في منه، وابن حلال. العقيد أبو فهد ابن حلال وفضل على راسي وراس ولادي، وما بنسى فضله بحياتي. بس والله هلا اغزي الشيطان وقومي
اوعك بيت حماك يشتلقوا عليكي، ما حلوه بحقهم وحق ابنهم. بعدين انتي عروس اليوم، لازم تفرحي مو هيك؟ يلا تقبريني يلا. اوف اوف اوف، بلونا بالهوى عيوني، بلونا بالهوى عيونك وخدودك ما شفت وردة بلونا. اوف اوف اوف، عم تغني مبسوط ما الله لا يوف. لك عم بدك يعني يزعل لك؟ شبك شبك حايس لايس. لك ما عم قدر اطعم عدتي ماسكة سيدي، معدتي ماسكة. الله لا يقيم الشدة عم عدتها. هذا كتام كتام من الأقضام يا باباتي، كتام. تحمل تحمل. كتام؟ ليش الأقضام بتعمل كتام سيد راسي؟ لا باباتي بتعمل إسهال. لك إذا الأقضام مو إلك، بطنك مو إلك. تحمل تحمل، يخرب بيتك شو عينك جوعانة جوعانة وفجعان. قوم قوم قوم، بيعلى ضابط ولا عليك. اوف اوف اوف، نحن يا ناس بالكرم ماضين، وسيوف رجالنا بالحرب ماضين، بالحرب ماضين، وسبقنا حاتم طي عالكرم ماضين، وروس الدبايح عالأربع جناب. ياي 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 يا باي. حاتم طي حاتم طي، ما بيطلعنا طبخر كرمكم سيدو. لكان لكان باباتي لكان. بتعرف عجبني البيت هذا بس سيد راسي، عجبني. تعلمني اياه؟ بدك تتعلمه؟ بكرة الضيوف بيتكرفتوا عليك كرفتة باباتي. شو هاد؟ بلا بلا، البيت عتابة ما حبيته أصلا، أنا وكيلك ما حبيته. أوف 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 أوف. إجت 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 إجت. لك شو كنت عم تساوي أنت وياها بالمشرقة؟ لا يا أخي، وانا كنت عم بسقي زريعة. بالله بركي رجع ابوك من شغله، شو بيحكي ساعتها؟ يا مو هذا البيت مثل القبر، لك لا ارض ديار لا شجر لا بحر، والله الشيء بيخنق خنق. شو بدنا نساوي؟ الله دخيل اسمه هيك كتب علينا، بكره ان شاء الله بنرجع على بيتنا بالشام. امتى؟ الله كريم يا مو الله كريم. مرت عمو خذونا شي سيران، والله هون في مطارح كثير حلوه، والله ضايع خلقنا. طيب بس يجي ابو خير وبقول له بركي بياخذنا على البحر. على البحر؟ انه يبعث لي حمى على هالابو وضاح، يعني هلا باله مرتاح للعزايم. ابو وضاح طول عمره كريم وابن الاصول، وما بيقدر الا يشارك الناس افراحها واحزانها. كبير كبير مرتخي. ايوه شو عم توتوتو؟ عم قول يعني كانت ضروريه هالعزيمه هلا؟ لك والله اللي فيكم مكفيكم. لا ايوه شو عم تحكي انت؟ بيت ابو وضاح لازم يضل مفتوح للرايح والجايه، والعقيد ابو فهد الله يرضى على اسمه، سعره بسعر وضاح والله بيعلى. الله يجيبه الهي هو واخته بالسلامه، ونرجع كلياتنا ايامنا مثل الاول. واحنا يا ترى بشوفه قبل ما اموت؟ لك ان شاء الله بتشوفيه هون، وبتشوفي اولاد اولادهم كمان. ابو وضاح اللحمه استوت، اطفي تحتها وقيمة على جنب. ايه تقبريني. يلا قايمه اجيب لك المصفايه. طيب يلا. يا اخوان يا اخوان اسمعوني، اليوم كل اهل الحاره معزومين عندي بالبيت العشاء بمناسبه زواج العجيد ابو فهد. ان شاء الله الف مبروك يا مختار. ان شاء الله الف مبروك يا مختار. العجيد لك مبروك عندي بالجامعه. يلا شرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شلون ما بدك تتغندر وتتزوق؟ والله مو ضروري يا جماعه. تطلعوا على قبري على هالسمعه
عروس وبليلة عرسك وما بدك تتغندري، هي ما صارت بعمرها. يا مرت عمي والله أنا أرملة. وإذا كان أرملة ما شاء الله عليكي أحلى من البنات. أي والله اللي بشوفك بيقول ما شاء الله، لا أنا متجوزة ولا عندها أولاد. وبهون عليكي تقابلي شاهر بليلة عرسك من دون غندرة؟ ما بكفي عرسكن هيك عالساكت بلا دقة ولا رقصة؟ لا مرت أخي، هي مالك حق فيها ابنه. هلا بهون عليك زعل شاهر؟ لا أيوه كل شيء إلا زعل شاهر. إيه ها شفتي شلون تقبريني إن شاء الله. خلص مثل ما بتكون مرت عمي. هيك ها ديبي الله يستر عليكي، روحي جيبي الماشطة وتعي أوها. من عيوني تكة بروح بجيبها وبرجع. لا تعوهي. لا الله معك. أهلين وسهلين. شو وين صاحبك ابن نجيب؟ ماني شايفه. اللي بعيد عنك مكتم ومو حسان يمشي. لا ما على علب وشر، بس شو دخل الكتام بالمشي دخلك؟ لك مو بس مكتم متورم كمان. اوف 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 منين؟ هذا يا سيدي امبارح اجى لعندي اكل قتلي حشكو لبك من اخوه لابو دياب. يا لطيف. طيب القتلة وفهمناها ماله حسنان يمشي، بس الكتام من ايش يعني؟ من كتر مو متزهرن وضعمه، ان شاء الله مطرح ما يسري يهري ان شاء الله. اكل كثير وضعمه؟ لك عن نص الكيس اكله، بعدين رايح انا عند ابو صفوان جيب له حقنه خاطره. ايه. حقنه. مرحبا. اهلا وسهلا. وين ابو صفوان؟ شو بدك منه؟ مكتب، عفوا قصدي ابن نجيب مكتين. قد ايه صار له ما خرج؟ يعني بدك قول يوم يومين. ايوه معناتها بده حقنه من كل بد. لك ليش جاي لعندك الزلمه؟ بده حقنه. عمي التحويجه بتكلفك برغوتين، وايش كان انا بدي اتحشكله اياها؟ في بظهرهم برغوتين تانيات، يعني برغوتين كراها وبرغوتين للتحويجه. اوف والله كثير. طيب شو رايك يورجيك فيهم على صندوق العجائب؟ ما عندي غير هيك عمي، ما عندي غير هيك. يعني هلا اذا اخذ حقني بيقدر يروح على العشاء؟ انو عشاء عشاء المختار. لا اوعها، بياخذ الحقني من هون بده يقعد بالفرشه ساعه من هون. حاكيني هو ايه هلا ابن نجيب معزوم على العشاء عند المختار. ايه معزوم عند العشاء عند المختار. بعدين انت شو بدك لك اذا معزوم على العشاء ولا مو معزوم؟ العوا بقلبك تحجري. يلا اعطيني التحويجه. ايدك على اربع برغيت. وليش اربع برغيت؟ برغوتين بس. ما بدك يعني تحشلو اياها انا؟ لا انا بتحشلو اياها. ايه ايش كان هيك تصطفي؟ لا حبحضر لك اياها. يلا عمي. ايه شو بدك؟ هلا مر لعندي على الدكان بعد ما تاخذ تحويجي، بعطيك شوية شطة من عندي، بتلك كله راس الحيني قبل ما تحشلو اياها. شو؟ لك يقبرني اللي خلقك. يلا هلا بجي. يلا عقيد نحن جايين لعندك وبدنا منك طلب. تأمر بشو مان خير؟ استغفر الله ما يأمر عليك ظالم. بدنا نعمل لك عراضة والشباب مستنين كلمة منك. بدكم تعذروني طلبكم ما بدي. لا يا عقيد تقطعنا من بيتك بالخجلة. ما عاش لي خجلكم، بس مثل ما قلت لكم أنا ما بموت. لكان مين اللي بيمون عقيد؟ العقيد أبو أدهم الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. بس العقيد أبو أدهم مات ومات الفرح معه. بس يا عقيد شرفوا شباب شرفوا، تفضلوا خذوا. اوف ولي ولي يا بطني ولي. دخيل الله دخيل الله دخيل الله. والله ما عمد. ابو حميد انا طالع اتمشى لي شوي. طالع تتمشى شوي ولا طالع تتعشى؟ لا مو طالع اتعشى سيدي راسي، طالع اتمشى. فكرت لا تفكر. لك اذا انت العدل انا رباطه على همان يا فرعون. خلاص يا ماما ما بيهون على أخوكم.
أوها وحصنتك بالياسي، أوها يا زهرة البساتي، أوها ويا مصحف صغير، أوها على روس السلاطين. لك إن شاء الله ما يزلع، إن شاء الله يسكو. شوفي ابو نجيب برا قال بده حصته من الاكل. يا لطيف وينك؟ اسكب له جار، حط له فتش كيله واعطيه وخليه يروح على البيت ياكل، لا تخليه يفوت لهون. يلا صحتين يا هلا يا جماعه، الاكل على قد المحبه. صحتين يا هلا، محمد ليش خير صاحبك ابن نجيب؟ خير شو؟ موتر موتر بعدين بحكي لك. تحريشة صفوان. شو مش هالحلم؟ مو وقتها هلا ابو حميد، مو وقتها، لكن الناس عم تاكل. ابو حميد، ابو نجيب كان هون واخذ جار كبير وراح على البيت. يخرب بيته، ان شاء الله سم لقاتولي. لك شلون بده ياكل ولسه ما اخذ حينه؟ لك والله بيروح فيها. بسم الله بسم الله بسم الله. عطيه معلقة، عطيه لك وين دام المعلقة؟ على مالك هاتشال؟ لا، السنة انه ناكل بإيدنا. ايه، مو بلع مو بلع. يا سلام يتوجهن ويبيضوا وش قدام ام شاهر وابنها. ايه عندهم شاهر اغلى منك. انسيهم يا منسيهم، بس الله كبير، الله حرمهم من ابنهم وبنتهم. الهي الهي يحرمهم من نظرهم وعافيتهم ويصيروا عشبة للعباد. يلا قوم معي. لوين بدي اقوم؟ على اوضتنا. شو وشوفي هني؟ لك مشان نلعب. روحي روحي، يلا لاحق روحي. لا هلا 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 بدك تروح معي، وضروري ضروري ضروري. شبكي وليه؟ شو صاير لك؟ لك بدي العب هديك اللعبة. لك خلي لعبه. لك لعبتني اياها هديك المرة. لك ليش انا شو لعبتك؟ لك اللعبة اللي حبيتها كثير انا، لعبة العروس العريس اللي علمتها اياها لك اياها، ما بدك تلعبها معي. شو؟ الله لا يوفقك. شو علمتك؟ علمتني يا زكية. يخرب بيتك من حالك، مين انا عايزني؟ جاهز؟ جاهز. يلا. اي شبنا باباتي، شبنا حقنا تاني ومنخلص. لكن خلصني خلصني باباتي، خلصني ان شاء الله، خلصني. يلا يلا لا تقول لنا خلصنا. لك ايش هو سيد راسي؟ خلصني مطول. لا لا شويه باباتي، ما بقى الا الثانيه. لك ايش هو شويه باباتي؟ خلصني بقى. يلا لا تقول الا خلصنا. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. ولي 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 نار نار نار. الله لا يوفقك يا ابو حميد، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا حيف الزلم. يا حيف من عين صعبتك.
وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. امين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نستعين، اياك نستغفر. امين. زواج مبارك يا ابني. الله يبارك فيكم يا رب. شو الله عز وجل. الله يبارك فيكم. مبروك عليكم. مبروك عليكم. اسمي بعد اذنكم يا جماعه وبمعيدكم وبمعيد الحاضرين بعد اذن مختارنا بدنا ناخذ العريس على بيته. تفضلوا يا شباب. فوت أخي فوت، ما في حدا غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام. بلاها يا أمو بلاها. يهتقبرني إن شاء الله، هي عرس ما عملنا لك. يلا يا أمو يلا جيبوا البنات وامشي. يا أمو عوشي المارو. سلامتك يا أمو سلامتك. يلا تصبح على خير. أودعناك تقبرني. وانت من أهله يا أمو. تصبح على خير. وانت من أهله.